بعد توقف عضلة قلبه لأكثر من ساعة، تفاصيل الحالة الصحية للاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت. تعرض اللاعب أحمد رفعت لإصابة أثارت قلق جميع محبي وعشاق كرة القدم. شهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر سقوط اللاعب في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير لإنهاء المباراة. وعلى الفور تم نقل اللاعب عبر سيارة إسعاف من أرضية الملعب لأحد المستشفيات المحيطة باستاد الأسكندرية. وصرحت بعض المصادر الصحفية أن اللاعب كان يتنفس بصورة عادية عند نقله سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث يخضع لفحوصات طبية للإطمئنان على حالته، وانتظره اللاعبين وأعضاء الفريق خارج المستشفى. ولكن بعد دقائق قليلة بات اللاعب يتنفس بصورة بطيئة، الأمر الذي استدعى قيام الجهاز الطبي بجلب أجهزة تنفس صناعي للمستشفى لإسعاف اللاعب. وازدادت حالة اللاعب الصحية سوءا إذا عانى أحمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة برغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب. وبعد محاولات طبية كبيرة لإنقاذ اللاعب استجاب قلب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر لمحاولات الإنقاذ المضنية التي بذلها الأطباء منذ سقوطه مغشيا عليه. ولكن لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة. وقال الدكتور أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بمستشفى زمزم التي يعالج فيها اللاعب أحمد رفعت أن اللاعب مريض توقف قلب واستغرق إنعاش قلبه ما يقرب من ساعة ونصف، مؤكدا أن اللاعب قد بدأ في استرداد جزء من وعيه لكنه لا يزال في حالة غير مستقرة وضغطه منخفض. كما أكد الدكتورة عمرو عثمان استشاري القلب أن اللاعب يعاني من تسارع في ضربات القلب وفي انتظار باقي الفحوصات لمعرفة حالته واللاعب تحت الملاحظة، مؤكدا أن الوضع الحالي للاعب أفضل من قبل والوعي تحسن لديه لكنه لا يزال على جهاز تنفس صناعي، متابعا أنه من الوارد أن يكون سبب إغماء اللاعب هو نقص بالأملاح لأنها هي المسؤولة عن ضربات القلب. كما أكد مسؤولي مستشفى زمزم في الأسكندرية أن اللاعب أحمد رفعت سيظل بالعناية المركزة لمدة 24 ساعة داخل المستشفى ولن يجري نقله إلى أي مستشفى آخر، وذلك نظرا لخطورة حالته، مؤكدين أن القرار جاء بناء على طبيب القلب المتخصص الذي أحضره محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خصيصا للاعب واسمه عمرو عثمان، وهو من نجح في إنقاذ حياة أحمد رفعت. أقيمت المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد ومودرن فيوتشر أمس الاثنين بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري، وكانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. خالص أمنيتنا بالشفاء العاجل للاعب أحمد رفعت. عزيزي المشاهد لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا